وعد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بتسليم البرلمان التقرير السنوي الذي تعده الحكومة خلال أسبوع. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول أن التشريعات التي أنجزها البرلمان في دوري الانعقاد الماضيين كان لهما دور كبير في الحفاظ على مقدرات الشعب ومصالحه، ومن بينها قوانين الاستثمار والخدمة المدنية وتقنين وضع اليد، مشددا على أهمية إنجاز قوانين التأمين الصحي والإدارة الصحية والمحلية والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات النقابية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن التحدي الأكبر الذي تواجهه مصر حاليا هو الزيادة السكانية التي تلتهم كل مقومات التنمية وتعوق المضي قدما نحو تحقيق النمو.